خبز جزائري اللي نقولوا له حنايا المطلع، تقدروا ديروه في الكوشه وتقدروا ديروه في الطاجين. الوصفه هذه ناجحه 100% مع جميع اسرارها باش يجيكم كي الشهده لداخل. اللي تعجز تعجن الوصفه هذه ليك، ما تعجنيهاش بزاف مع جميع اسرارها، وتقدروا ديروها غير بالفارينه ولا سميدو فارينه. الحاجه الاولى عندي كيله تاع سميد ارطب مع زوج كيلات تاع الماء. انا درت الكيله كبيره، نتوما صغروا الكيله تحبوا تسيو المره الاولى. زدت ملعقه كبيره تاع الملح وراح نخلطهم بلو بغا، خلطوهم مليح حتى ونيدوا بهذاك السميد. تقدروا ديروها في اي خلاط كهربائي. نزيدوا زوج ملاعق كبار تاع السكر، ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، وراح نحطوها باش نعجنوها. نزيدوا لها ربع كاس تاع الزيت، حوالي زوج ملاعق، ونديروا الفرينه ونطموها باليد. هذا ما كان، ديروا الفرينه حتى وين تتحصلوا على قوام مطري ويكون يتلاصق في اليد. العجينه هذه تخبطيها هكذا فقط بلا ما تعجنيها، وهاوليك القوام ديالها. راح نغطيها ونخليها تخمر شويه. المرحله هذه نديروها 3 مرات، تخمر شويه ننديغازيوها ونخبطوها، نزيدو نغطوها تخمر شويه ننديغازيوها ونخبطوها 3 مرات فقط هكذا باش ما تقعديش تعجني فيها وتدلكي. من بعد ديروا يدكم فيها شويه زيت وشكلوا الخبيزات ديالكم، ديروهم في سميد رطب، غطسوهم هكا مليح. من بعد حطوهم في السنيوه وخلوها ترتاح باش تقرصوها. تخمر شويه وندخلوها طيب في الفرن باش ينجح لكم الخبز. لازم الفرن تاعكم يكون سخون مليح. طيبوا الخبزه تاعكم من الفوق فقط، كي طيب من الفوق قلبوها وخلوها طيب من التحت، رشوها بالماء والزيت ولا دهنوها وغطوها بقماشه باش تبرد.